أسباب النزول. أسباب النزول. الملة الإسلامية هي الحنيفية السمحة، أصولها وفروعها كلها وسط لا إفراط فيها ولا تفريط، وتجلب جميع المصالح وتدرأ جميع المفاسد. وفي بداية الدعوة الإسلامية كان النبي صلى الله عليه وسلم متخف بمكة متواريا فيها دفعا لضرر قريش ورأفة بأصحابه من أن يصيبهم أذى المشركين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فأنزل الله عز وجل موجها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. أي ولا ترفع صوتك بقراءة صلاتك أكثر مما يحتاج إليها السامع، كراهة أن يسمعك المشركون فيسب القرآن، ولا تخفض صوتك حتى ينتفع أصحابك بقراءتك. أسباب النزول. أسباب النزول.